المحاضرة الثالثة، زي ما قلت لكم احنا خدنا مقدمة للووتر ريسورس انجينيرنج، خدنا الهيدرولوجيك سايكل واتكلمنا فيها على موضوع الووتر بادجت. النهارده ان شاء الله نقدر نسمي المحاضرة بتاعتنا عنوانها هيدرولوجي اوف نايل بيزن. مركزين على الووتر ريسورسز في مصر، هو ده الشيء اللي يهمنا. يعني احنا ممكن نطرح بعض العناوين كده، اي بلد المصادر المائيه بتاعتها ايه؟ احنا بنتكلم طبعا عن المصادر المائيه العذبه، تمام؟ لان احنا عارفين ان زي ما قلنا احنا ما نقصدش بالووتر ريسورسز هي كل المياه، احنا بنتكلم بس على المياه العذبه. والسبب في كده ايه؟ لان احنا بنتكلم على المياه النافعه للحياه او التي يمكن استخدامها. المياه غير العذبه يبقى ليها استخدامين، يعني الاستخدام الاساسي هو في ترانسبورتيشن، كل السفن بتتحرك على مياه غير عذبه وده عادي، يعني ملوحه الميه او تلوثها ملوش علاقه قوي باستخدامها في الترانسبورتيشن. الاستخدام الثاني الاقل واللي هو شيء حديث اللي هو استخدامها في ديسالينيشن اللي هو تحليه المياه المالحه، وده يعني بيزداد يوما بعد يوم لانه يعتبر مصدر جديد من مصادر المياه. مشكلته طبعا ان هو مكلف، لكن احيانا كثيره بيبقى هو ده الحل الوحيد يعني. فالتحليه هنا بتبقى بمعنيين، يا اما تحليه ميه البحر او معالجه ميه كانت عذبه بس لوثت بحاجات كثيره. فاحنا ممكن نتكلم على تحليه مياه البحر الابيض المتوسط كمصادر ميه، واللي فيه كراح بعض المدن النائيه المفروض يعني يكون لاحظ ان فيها محطات تحليه هي اللي بتغذي المدينه، فتلاقي المحطه في وسط مدينه بتوفر لها المياه العذبه. الحاجة الثانية إن إحنا بنتكلم على تحلية مياه كانت عذبة زي مثلا مية النيل، تستخدم وتخش مدن ويعني كنت تخلص الدورة بتاعتها بالكامل، وبعدين بدل ما تترمي لا بتروح لمحطات يتم تقليل التلوث اللي فيها ويعني تحسين الوضع بتاعها. فيما يتعلق بالمية المالحة وتحليتها، الفكرة الأساسية هنا يعني أو أحد الأفكار الأساسية هي ان كاننا بنتكلم على شاش او منخل، ان انت لو عديت الميه الملح في غشاء في فتحات صغيره جدا 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 للدرجه ان الفتحات دي اصغر من حجم حبيبات الملح اللي في الميه، هتكون النتيجه ان اللي هيعدي هو الميه العذبه بس. دي فكره عامه، طبعا الموضوع فيه تفاصيل تقنيه كتيره وموضوع معقد شويه، لكن بينتهي الامر ان انت عندك ميه بدرجه عاليه من الملوحه، دي البدايه، بعدين بتخش في السيستم بتطلع لك ميه عذبه بدرجه جيده مع مياه اخرى شديده الملوحه. يعني احنا اصلا بنيجي بميه مالحه مش عارفين نعمل بيها ايه، لما فصلناهم عن بعض اتبقى عندك ميه الملوحه فيها عاليه جدا، بيبقى عندك مشكله اكبر في التصرف بيها، لكن بتضحي هذه التضحيه ويبقى عندك عبء يعني ملوث قصاد اللي تحصل ميه عذبه. الجانب الاخر اللي احنا سائلينه اللي هو طب نعمل ايه في ميه عذبه استخدمت بقت ملوثه بس مصدر نادر للميه وعايزين نستفيد منه. الفكره الثانيه هي ان الميه ربنا خالقها بتحسن يعني الجوده بتاعتها بتتحسن مع الوقت. يعني لو جبنا ميه عذبه وسبناها فتره طويله الوضع بتاعها هيتحسن بدون تدخل. الفكره هنا ان ربنا خالق في الميه عناصر يعني طحالب وحاجات زي كده. الحاجات دي زائد ان في قصه تانية اسمها ان الاكسيديشن يعني وجود الاكسجين في الميه مع حركه الميه بس ده بيحسن جوده الميه. احنا بنتكلم على حاجه بدون تدخل، فبيكون تدخل البشر هنا ان هم يوفروا ظروف معينه للميه ديت، سواء بتوفير نسبه اكسجين عاليه في الميه او بتوفير وقت او بتوفير الكائنات الحيه اللي بتتغذى على الملوثات، كل ده بيعمل مع بعضه على تحسين جودة المياه اللي كانت عذبة وجيدة يعني. فالفكرتين دول احنا بنلعب بيهم لتوفير مصادر مياه. ليه؟ احنا قلنا طبعا لان المياه مصدر ثمين والحصول عليه صعب، لكن لو حصلنا عليه ده بيفتح مجالات عالية جدا. في ثلاث مصطلحات بيشكلوا مع بعض الووتر ريسورسز سيستم. سيستم يعني انت هنا بتتكلم على شبكه او حلقات معينه بتتكامل عشان تتم عمليه الاستفاده من الميه. عندنا المكون الاساسي هنا هو الناتشرال ريسورسز سيستم، هي ان يبقى عندك ميه اصلا. ده مكون. المكون الثاني اسمه السوشيو ايكونوميك سيستم،
هو ان الناس بيستخدموا الميه دي ازاي، والميه دي ليها علاقه بحياه الناس ازاي. ده مكون اساسي في دراسه والتعامل مع الميه. المكون الثالث هو administrative and institutional system، المنظمات او الهيئات الخاصه بالتعامل مع الميه. الثلاث عناصر دول مع بعض بيشكلوا الووتر ريسورس سيستم في اي مكان. مش بس يكون عندك بير ميه، لا، يكون عندك ان ازاي الناس بتستفيد من الميه ديت، ويكون عندك هيئه تعمل على اداره هذا المورد بحيث يحقق نفع لاكبر عدد باقل قدر من التكلفه والخسائر. المفروض ان احنا يعني نعرف ان مصر طبعا هي النيل هو المصدر الرئيسي بنسبه قد ايه؟ بنسبه تصل الى حوالي اكثر من 3 ارباع يعني الموارد المائيه. هنا بس عايزين ناخد بالنا من حاجه، احنا لسه قايلين ان ممكن الميه العذبه اللي لوثت يعاد استخدامها مره اخرى. ده هيساعدنا نفهم هو النيل نسبته قد ايه في الموارد المائيه في مصر. لما هنشوف هنلاقي مثلا ان النيل يعني مبدئيا اللي داخل على مصر 55.5 مليار متر مكعب في السنه. لكن هنلاقي ان في مصدر ثاني للميه في النسبه بتاعت الاستخدامات المصريه حوالي 3.5 مليار متر مكعب في السنة. هم ايه؟ Treated waste water. اذا احنا بنتكلم على ايه؟ ان مية النيل اللي هي 55.5 في مصدر تاني اسمه Treated water. يعني ايه؟ يعني مية اعيد استخدامها. لا، يبقى احنا اذا لما نتكلم على نسبة النيل هنحتاج نجمع المية اللي استخدمت استخدام اولي واستخدام ثانوي بعد المعالجة عشان نعرف نسبة المية. وفي نسبة اخرى كبيرة برضو حوالي 5 مليار متر مكعب سنه في السنه اسمها اجريكلتشر درينج ووتر، يعني مياه زراعه بعيد استخدامها. للاسف ده واقع ان مياه الري الزراعي بعد ما الارض بتروى بيتم تجميع المياه طبعا الزائده في شبكه المصارف، وفي احيان كثيره بشكل او باخر او حتى ببعض المعالجه بيتم اعاده استخدامها في الزراعه مره ثانيه. كويس؟ وهنشوف بعد شويه واحنا ماشيين ان يعني المصري مصر بتستهلك ميه اكتر من مواردها. يعني واحد بيصرف في الشهر اكتر من مرتبه، ده يكون ازاي؟ في الحاله بتاعتنا ان الميه بيعاد استخدامها. تمام؟ هنتكلم دلوقتي على اول مصدر اللي هو نهر النيل. عشان نفهم موضوع نهر النيل وازاي الايراد بتاعه كده لازم نرجع لورا شويتين. هنرجع لورا في الزمان وفي المكان، بمعنى النيل بيبدا من فين؟ عايزين نشوف المصادر بتاعته، وليه هو اهم مصدر في مصر، والميه دي جايه منين، وايه طبعا كلنا للاسف بنسمع المشكله بتاعت سد النهضه والقضيه ديت. طب الموضوع ده كبير الى انهي درجه؟ يعني احنا طبعا كلنا زي اي حد بنفتح تلفزيون ونقرا جرايد وعارفين الاخبار، بس احنا المفروض متخصصين، يعني المفروض قدر المعرفه اللي عندنا يبقى تفصيلي ودقيق. فاحنا عايزين نعرف حجم المشكله قد ايه والتعامل معاها ممكن يكون ازاي. علشان نفهم مدى احتياج مصر لمياه نهر النيل محتاجين نبص بصه كده على خريطه للافريج انوال بريسيبيتيشن في مصر. يعني هو اصلا ميه النيل هي ايه؟ هي امطار. امطار نزلت في مكان ما واتجمعت في الشانل ووصلت لمصر. طب ليه الامطار دي ما تجيش عندنا احنا مباشره وخلاص؟ يعني ليه نستنى مطره تمطر في حته وتتحرك وتيجي؟ احنا هنا لازم نفهم، وشفنا اظن في المحاضرتين اللي فاتوا خريطه توزيع الامطار في العالم، يعني ان الامطار مركزه في حتت. هي يعني هي دي حكمه ربنا ان يكون توزيع الامطار كده، يكون حتت فيها ميه بتتحرك ناحيه حتت اخرى، لعل دوت تنميه لقدره الانسان على التعاون وعلى الاداره وعلى الهندسه وعلى التفكير. فلو بصينا على مصر هنلاقي الامطار في مصر اقل ما يكون في الجنوب وبتزيد تدريجيا في اتجاه الشمال. يعني اكثر حتت في مصر فيها امطار هي مناطق الساحل الشمالي، سواء بكل عرض مصر ماشي، من اول يعني اقصى الشرق في رفح والعريش واقصى الغرب في السلوم. كل دي هي المنطقه الاكثر امطارا، وكل ما بتنزل يعني يكاد ان يكون الامر خطوط مستقيمه يعني من ثلاثه.
دي معلومة مفيدة وهنحتاج لها، هنرجع لها تاني في آخر المحاضرة إن شاء الله، اللي هو توزيع الأمطار ده، لأن هيبقى ليه معانا فايدة كبيرة. الرينج بتاع الأمطار في مصر بيتراوح من كام لكام؟ قلنا أقل حاجة في الجنوب وأعلى حاجة في الشمال. إحنا بنتكلم في أقل من 2 مللي في السنة في أقصى الجنوب، 2 مللي في السنة ده حاجة يعني شبه معدل، شبه صفر يعني. أعلى حاجة خالص في مصر هي في أقصى الشمال الشرقي تقريبا، بتصل لحوالي 150 200 مللي في السنة. طيب 150 200 مللي في السنة ده كتير ولا قليل؟ خلينا نشوف الأمطار بتنزل على حوض النيل قد إيه ونقارنها بال 200 مللي دي عشان نبقى فاهمين مدى قدرة إن إحنا نستغنى بمية الأمطار عن مصدر المية الأساسي اللي هو النيل. خلاص؟ في مصر من صفر ل 150. خلاص؟ في مصدر كبير جدا يعني، او يعني مصدر محترم للموارد المائيه في مصر اللي هو المياه الجوفيه. برضو المياه الجوفيه اساسها كان ايه؟ كان امطار برضو، لكن امطار مش اتحركت على سطح الارض واتجمعت على شكل قنوات وانهار، ولكن امطار كان ظروف الطبيعه الطبوغرافيه والجيولوجيه ادت ان المياه دي الاسهل لها انها تتحرك راسيا لتحت وتتسربها، تتشربها التربه. خلاص؟ يعني بالعقل كده، او يعني برضو المعلومه دي ناخدها عشان هتنفعنا قدام. المطر اللي بتمطر، ايه اللي يخلي الميه تتحرك على سطح الارض من مكان لمكان؟ احنا بنتكلم على مسافه من اثيوبيا لمصر، مسافه الاف الكيلومترات، او ما تتحركش كتير بل تنزل لتحت. ايه العوامل اللي تشجع ان الميه تسلك هذا السلوك او ذاك السلوك؟ حسب التوبوغرافيا وحسب نوع التربه، الاثنين مع بعض المورفولوجي والجيولوجي هما اللي بيخلوا الميه تسلك السلوك ده او السلوك ده. بمعنى ايه؟ لو غالب الارض، يعني هناخد حاله اكستريم من هنا وحاله اكستريم من هنا. الحاله الاكستريم الاولى ان الارض ستيب سلوب والتربه غير منفذه. خلاص؟ تتكلم على صخور مثلا، جبال صخريه ومايله جامد. لو الميه جت نزلت على الارض، الاسهل لها ايه؟ الاسهل لها انها تجري على وش الارض. يبقى اذا في حاله زي دي انا اتوقع اكتر ميه الاقيها فين؟ تحت الجبل. تحت الجبل ده رفض، انما يعني انا اخش في التفاصيل شويه نعرف ان في مجاري واوديه وحاجات كده، لكن بشكل تقريبي في الحاله دي يبقى احنا بنتكلم ان الميه رغم انها كلها وقعت على سطح الجبل الا ان اكتر ميه هلاقيها بعيد عنه شويه، على الميه هتندفع وتبعد عنه. الحاله الاكستريم الثانيه، المطر بتمطر على ارض مسطحه والتربه مفككه، يعني رمل حبيباته كبيره، زلط مثلا او حجاره. في الحاله دي الارض الاوقع ان هيحصل ايه؟ انفلتريشن. طيب لو بصينا على التوبوغرافي بتاعت مصر هنلاقي سبحان الله عندنا التو اكستريمز دول. هنلاقي عندنا سلسله جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء، دي مناطق جبال صخريه وميول حاده. وهنلاقي عكسها بالظبط في الصحراء الغربيه، اراضي مسطحه جدا 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 ورمال ناعمه جدا جدا جدا. الحالتين بطرفيها موجودين. وبناء على كده لما نيجي بقى نبص على خريطه المياه الجوفيه اللي في مصر هنلاقي ان احنا عندنا اكوفرز، او هنلاقي عندنا يعني اماكن يعني على بعضها كده تعتبر مخازن للمياه الجوفيه. خلاص؟ الاماكن دي بمساحات شاسعه، يعني ممكن جزء كبير، نص او اكتر من نص الصحراء الغربيه بمساحه دوله، يعني المساحه دي كلها عامره جدا بمياه جوفيه لتحت الارض. ده خبر حلو جدا، بس معاه حاجه ثانيه، في تحدي جاي مع الحكايه دي. احنا قلنا ايه سبب وجود مخزون مياه جوفيه كبير في المكان ده؟ ان في تربه مفككه سمحت بتسرب الميه. لعمق قد ايه بقى؟ لا لعمق كبير. طب ده بقى يتحول لايه؟ يعني الميه موجوده بس بقى عندك انت مشكله انك تعرف تطلعها. تطليع ميه، احنا اتفقنا في الفلويد ميكانكس ان الميه ماده تقيله وزنها تقيل، فعشان تطلع ماده وزنها تقيل بارتفاع كبير ما انت محتاج هندسه عاليه وتكنولوجيا عاليه وطاقه كبيره. فاذا احنا عرفنا هنا ان عندنا مصدر ميه ولكن في تحدي في استثمار. ومعانا هنا خريطه للاحواض الرئيسيه في مصر مع المؤشر على الجوده بتاعتها. الجودة في الحالة دي بتتقاس بنسبة الملوحة. كلما كانت نسبة الملوحة منخفضة
اذا هي اقرب للميه العذبه. طيب ليه احنا بنتكلم في هذه النقطه؟ لان ميه مدفونه وسط تربه لقرون هيحصل ايه؟ هيحصل ان الميه هتدوب وهتتفاعل مع التربه اللي هي محبوسه فيها. التربه هي في الاخر اي سويل يعني هي مليئه بالمركبات الكيميائيه. خلاص؟ فلو بنتكلم على ارض كبيره مكوناتها الكيميائيه مثلا فيها كالسيوم كتير، فيها املاح كتير، فيها فيها فيها، غالبا بقى لما هبتدي استخرج الميه هلاقي العنصر ده موجود في الميه بدرجه كبيره. العنصر ده قد يكون عنصر سلبي، قد يكون عنصر يفسد قدرتنا على استفادة من المياه دي في الشرب أو في الزراعة أو غيره. فالتعامل مع المياه الجوفية مش بس في وجودها وفي القدرة على استخلاصها، لا كمان في الصفات بتاعة المياه، الصفات الفيزيائية والصفات الكيميائية، إن دي هي اللي بتتحكم في استخدامها. ويعني فور فن يعني نذكر المسلسل بتاع سنبل لما كان عايز يستصلح أرض وحفر بير وطلع مياه كان فرحان جدا، لكن في نفس المشهد ده اما داء المياه لقاها مالحة فما عرفش يستفيد منها، فكان دي مشكلة كبيرة يعني. طيب معانا هنا جدول بيذكر لنا المصادر المختلفة، محتاجين نبقى عارفينه عشان لو حد سألنا ايه اكتر مصدر مياه في مصر، ايه اقل مياه، لو انت قارنت ده بده ايه الاهم. طبعا احنا مش بنفترض ان في حد بيحفظ الجدول يعني ملهاش معنى، لكن ما نفترض ان اللي بيشوف الجدول بيفهمه. لما يشوف ان مكتوب قدامه النايل ووتر جنبها 55.5 بليون كيوبيك متر برير، وتحت السطر اللي تحتها مكتوب ديب جراوند ووتر 2.1 كفوليوم، لو ما ميزش ان الاثنين صغيره جدا مقارنه بال 55 لا يبقى هنا مشكله. مش مطلوب منك تحفظ 2.1 و5 ماشي، لكن مطلوب منك تعرف تدرك ان في 2 في 1.3 في حاجه اسمها الديسالينيشن مقدارها 0.35. خلاص؟ فانت لو اتقال لك رتب تعرف ترتب. ايه الاكثر اهميه تعرف، ايه الاقل اهميه تعرف، حتى لو مش حافظ الارقام. معانا جدول تاني. الجدول ده فاصل ما بين المصادر المائيه الطبيعيه. طبيعيه يعني ايه؟ يعني انت فقط مشكلتك انك تحصل على الميه. سواء ميه النيل، مياه جوفيه، ايا كانت، كل مشكلتك في النوع ده المجموعه دي من المصادر انك تحصل على الميه. في نوع تاني لو مبني على الريوز او على التكنولوجي، ان انت حتى بعد ما توصل للميه لا بيبقى عندك بقى مرحله تانيه اللي هو تغيير خصائص الميه. فعندنا جدول بيذكر كل الحاجات دي. مجموع المصادر المباشره للميه حوالي 60. مجموع المصادر المعتمده على التكنولوجيا حوالي 12. فاحنا في مصر الحمد لله يعني عندنا مصادر مائيه مباشره وسهله كتيره، وعندنا برضو قدر ما من الاستخدامات التكنولوجيه للميه، بس ما زال طبعا الموضوع محتاج للكثير من التقدم.